بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الخليفة المستخلف الأول في الأرض وهو آدم، أراد أن يتكلم عن موكب من مواكب الرسل في الأرض، وتكلم عن مسألة بني إسرائيل في 7 آيات ليمثلنا لقطة من حالهم مع الإسلام ومع نبي الإسلام. ناداهم الله فقال: يا بني إسرائيل، نداء من يؤلف قلوبهم إلى أنهم أبناء الرجل الذي كان له مع الله شأن، وهم أبناؤه الذين وصاهم أبوهم أن يموت لأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. وبعد ذلك ذكرهم بنعمة الله، وفرق بين أن يذكر الله خلقه بالنعمة وبين أن يأمرهم أن يذكروا المنعم. وقلنا أنه طالبهم بأن يوفوا بعهدهم، والعهد هو الميثاق بين متعاقدين، يأخذ كل واحد من المتعاقدين ما يأخذ له وما يكون عليه. والوفاء بالعهد هو تنفيذ ما تعقد عليه. وتكلمنا عن العهد، ما المراد؟ هو عهد الفطرة الذي كان يجب أن يكون من الناس حين يستقبلون نعم الله وهم لم يخلقوها لأنفسهم، ولم يدعي أحد أنه خلقها، فكان يجب أن يتنبهوا إلى أن الله الذي نبأهم إلى أنه هو الخالق وأنه لا معارض له، فكان يجب أن يأخذوا نعم الله على أنها من الله. أو هو العهد الذي أخذ أولا على الخليفة الأول: فإما يأتينكم مني هدى. أو هو العهد الذي أخذ على الأنبياء أنهم إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم لا بد أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وليس معنى أن ينصروه هم أن يلقنوا أتباعهم أن ينصروه، لأن لا ضرورة أن يجيء الرسول معاصرا للرسول. وقلنا: فكأن الأنبياء جميعا أخذ عليهم العهد لرسول الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخذ العهد من رسول الله لأحد من الأنبياء لأنه هو الخاتم، فهو المأخوذ له ولم يكن هو المأخوذ منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أو هو العهد الذي أخذ على علماء بني إسرائيل الذين تلقوا التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها أن لا يكتموا ما فيها، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والغرض من ذلك البيان أن لا يكتموا ما ورد عن الإسلام في التوراة، وأن لا يكتموا نعوته صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة، لأن القرآن نبه إلى أن الله نبههم في التوراة إلى ذلك الرسول. ويقول القرآن في ذلك: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال في آية أخرى: لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال في آية أخرى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وإنك إذا استعرضت ما قيل في التوراة في جميع أسفارها وفي المزامير لتجد في كل سفر من الأسفار نص يوثق بالعبرية أن محمدا صلى الله عليه وسلم منعوت في التوراة، حتى أن ابن سلام قال: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. أو هو الميثاق الذي أخذه الله في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. إذن فهناك عهود كثيرة: عهد القمة إيمانا بالله، وعهد ما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من الرسول، وعهد عدم كتمان صفاته صلى الله عليه وسلم. حين يقول الله: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هنا مبدأ إيماني.
أنك حر في أن تدخل مع الله في عهد أو لا تدخل، ولن يتراجع الله في شيء من نعم وهبها لك لأنك مخلوق ومستدعى منه إلى الوجود، فإيمانك به لا يزيد من هذه النعم شيئا، وكفرانك به لا ينقصك من هذه النعم شيئا. فاطمئن على أن نعم الله في استبقاء حياتك واستبقاء نوعك موجودة لك وإن كفرت به. أهناك تطمين أعلى من هذا؟ إذن فالإنسان حر في أن يؤمن بالله أو لا يؤمن، ولكنه حين يؤمن فقد أدخل نفسه في باب الالتزام الإيماني، ودخل مع الله في عهد جديد. هذا العهد أنك يا صاحب الفضل ويا صاحب النعم مأمون علي في أن تأمرني بفعل كذا وأن تنهاني عن فعل كذا، لأن الذي خلقني من عدم وأمدني من عد لا يصح أن أستخونه أبدا في الائتمان على حركة حياتي. هذا هو عهد الإيمان، ولذلك لا يكلف الله من لم يؤمن به بأن يصلي، ولم يكلف الله من لم يؤمن به بأن يزكي، ولم يكلف الله من لم يؤمن به أن يصوم، وإنما كلف من آمن به. إذن فالله لم يقتحم عليك الاختيار الذي وهبه لك، وهبك اختيارا لم يتراجع فيه، بل أبقى لك اختيارا حتى في أعز شيء وهو الإيمان بأنه موجود أو مشرع. في حرية أكثر من كده؟ إذن لم يتراجع لا في نعمه ولا في إعطاء صفة الاختيار لك، فأنت حر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن إذا آمنت فالتزم، إذا آمنت فالتزم. ولذلك أنا سئلت مرة، المؤمن الذي يعصي الله بعض المعاصي ولم يتب منها يعذب في النار؟ قلت يعذب بقدر ما ترك إلا أن يتداركها الله برحمته. فقيل لي والكافر الذي آمن قبل أن يموت ولو بلحظات مثلا ما يدخلش النار؟ قلت ما يدخلش النار. قال طب ويبقى في عدالة بقى، يقعد كافر طول عمره وبعدين ما يعملش حاجة وبعدين قلت له نعم، لأن الكافر لم يلتزم ولم يكن التزاما، إنما المؤمن التزم، وما دام قد التزم فلا بد أن ينفذ عهد الإيمان، أن ينفذ عهد الإيمان. وبعد ذلك حين ينفذ الإنسان عهد الإيمان ويجد الله أهلا لأن يؤمن به الإنسان وأن يأتمنه على حركته في فعل كذا ولا تفعل كذا، يجب عليه أن يقيس ذلك بحاله مع أبيه أو ولي أمره قبل أن يبلغ سنه الرشد، وقبل أن تكون له ذاتية يأتمر بأمر الأب وبأمر من يرعى مصالحه. فإن رعى مصالحه غير أبيه بأن كان أبوه كان يعني غير لم يلتفت إليه، لأنه مثلا اتجوز غير أمه، لأنه أهمله، لأنه حاجة، وراح واحد حضنه تاني، يوم بيطيع أمر مين؟ أمر اللي حضنه لرباه. ولذلك يجب أن نفتن جيدا إلى أن الطاعة للوالدين كما ربياني صغيرة، كما ربياني صغيرة. يعني إذن المسألة مش بس لأنه ولدني، لا، لازم يتحمل تبعات هذا الميلاد. ما يأخذنيش، ما يجيبنيش للذة فيه ثم يتركني لشقاء في المجتمع، ما يصحش العملية دي. فقول الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، والتعليل بالشيء علة في التنصيص على سبب البر بالآباء. إذن فالذي يهمل تربية أبنائه لا يكون له أبدا عليهم حق أن يبروا، إن تفضلوا بالبر فبها، إنما اللي ربه هو اللي يجب أن يكون. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من البنوة في عالم الإيمان أن يحمل كل إنسان انقطاعه الذي جاء به. يا سلام، الله الله، كل واحد يحمل القطاع الذي جاء به. ليه؟ علشان لا يوجد أناس يتحملهم من لا تسبب له في وجودهم. ولو حمل كل إنسان انقطاعه الذي جاء به لوجدت العالم في منتهى الراحة. أنا لا أشك مطلقا في أن واحدا يهمل أبناءه
إلا إن كان قد سبق له الشك في أنهم ليسوا أبناءه. لذلك فالحيطة في أن تظل المرأة مستورة عن أعين الناس وعن الاختلاط بهم حتى يضمن الرجل أن بنيها منه، فلا يدخل في ناحيته شك من جهة أبنائه، لأنه إن شك في شيء انقطعت الصلة، بل ووجدت الكراهية. ولا تظن أن ولد متسول في الشارع إلا إذا كان إما ولد أمه لا تريد أن ترى خطيئتها فيه فرمته لقيطا في الشوارع، أو أب متشكك في وجوده وهو لا يريد أن يفضح رجولته بأن امرأته قد خانت، لكن الطاقة مش موجودة العاطفة. إذن فحفظ المرأة بعيدة عن اختلاط بالرجال ضمان في أن ما يجيء منها إنما هو من صاحب الفراش وهو الرجل، ليحمل كل واحد في المجتمع قطاعه. ومدام كل واحد في المجتمع يحمل قطاعه إذن لن تجد مشردين أبدا. وجود المشردين دول نتيجة إيه؟ نتيجة أشياء نعرفها جميعا. فقل وقل رب ارحمهما كما إيه؟ كما ربان. فإذا كان الإنسان يأتمر بأمر من رباه ومن عطف عليه ومن رعاه، يبقى لازم نصعد المسألة، يبقى إحنا يجب أن نطيح الأصل اللي خلقنا وخلق نعمنا وخلق صعدها كده. يبقى كان لازم أننا إيه؟ يبقى إذا متروك ذلك في الأبوة والبنوة علشان ناخد منها دليل على الإيه؟ على الربوبية. الله سبحانه وتعالى قلنا بعطاء الربوبية سوى بين المؤمن والكافر في عطاءاتها، وبعد ذلك من آمن به تدخل الله في اختياره. والمهم أن الله تدخل في الاختيار الموهوب من الله، مش الاختيار المغصوب من الله، لا، هو اختيار موهوب من الله ثم كلفك باختيار موهوب منه، يعني إذن بيتحكم فيما ملك، مش 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 ما اقتحمش عليك حركة حياتك، وبعد ذلك لم يقتحم عليك حركة التكليف ليقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا إلا إن ارتضيت أنت أن يكون كذلك، وارتضيت أن يكون إلهك وأن تكون مؤمنا به. ولذلك لا يكلف إلا حين ينادي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني يا من آمنتم بي بمحض اختياركم ورأيتموني أهلا للأمانة على حركتكم، أنا أحب أن تصنعوا كذا وأحب أن تصنعوا كذا وأحب أن تصنعوا كذا. يبقى ما اقتحمش ربنا حركة الاختيار مع أنه هو واهب حركة الاختيار. فإذا ما آمنت، شوف بقى كم حاجة، بقى أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن. وحين لا يؤمن الكافر به لن يتراجع الله في عطائه، ولن يتراجع الله في سلب، يتدخل كده ويسلب الاختيار، لا، يفضل له كل حاجة. واللي آمن به بقى يقول له أنا هاخد زاوية واحدة من اختيارك، افعل كذا ولا تفعل كذا، وبعد ذلك الباقي متروك لك حرية الإباحة. يبقى لما تيجي تحصيها ما تلاقيش 10% من حركة حياتك تدخل الله فيها بفعل ولا تفعل، والباقي برضو ساب لك في الاختيار ايه؟ إباحات. وحين تؤمن به وتبقى كويس في حكاية افعل ولا تفعل، انا قلت ان الإيمان هو ان لا تنقل مجال افعل في لا تفعل، ولا تنقل مجال لا تفعل في افعل، خد واحد كل واحدة في ايه؟ في مجالها. وحين تؤمن به ذلك الإيمان يكون رده إذا حييتم هو بيعلمنا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن. فلما حيينا عظمته بالإيمان به حيانا بأن ملكنا مفتاح القرب منه، يكون في يدك أنت، أنت في يدك أنت. اذكروني أذكركم. الله، المفتاح انتقل لمين؟ بقى لك انت، بمجرد ان امنت، قال ما دام امنتني وامنت بي خذ المفتاح، ان حبتنا اذكرك اذكرني انت. الله، اذكروني ايه؟ اذكركم. ان تنصروا الله، الله، يبقى من كنت الاول، مش كده؟ يبقى نصره هيجي امتى؟
ولا يزال عبدي يتقرب إلي إيه حتى فإذا أحببته كنت إيه سمعه وكنت لا 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 لآخره. وبعدين يقول إيه إن تقرب إلي إيه شبرا يبقى إذن لما تحب ربنا يقرب منك زراع أنت اللي تبدأ وتتقرب منه. يبقى المفتاح في إيد مين؟ الله. هو أنت اللي بقيت إله ولا إيه؟ الله. إيه العزة دي؟ خلع عليك كل شيء. قال لي خلاص مدام أمنت بيها المفتاح يبقى معاك. عايز نذكرك اذكرني تحت تحت أمرك. عايز تتقرب إلي إيه؟ زراع. انا اتقرب اليك زراع تقرب بس انت شبر. انت ان عزت اتقرب اليك باع تقرب الي انت زراع. الله. طيب ان عزتني اجري لك اجري. امشي انت بس اشوفك بس كده متجه لانك تمشي ليه انا هاجي لك جري وخليك قاعد مطرحك. كما تلقى واحد تحترمه وتحبه وهو قاعد كده فتقبل عليه فقط لتسلم عليه. مجرد اقبالك عليه يقف ناهضا ويهرول لي ايه ليسلم عليك. يبقى إذن المفتاح في إيد مين؟ أنا قلت بره أن أصحاب الجاه في الدنيا إن أردت أن تلتقي بهم في مسألة من المسائل التي يملكونها لحركة حياتك تطلب منهم أنك تقابلهم مش كده؟ إما أن يوافقوا أو لا يوافقوا. فإن وافقوا يحددون الموضوع ما تتكلم في إيه؟ هذه واحد. ويحددون الزمان ويحددون المكان وهم الذين ينهون المقابلة. يعني هتاخد دقيقتين تلتفت تلاقي صاحب الجاه وقف معنى وقفته دي انهاء المقابلة ولو كان كلامك ما تمش. هذه البشر على البشر ولاية البشر على ايه. يبقى ايه يعمل ايه يا يقبل يا ما يقبلش مش كده. ان ما قبلش انتهينا خلاص. وان قبل يحدد الموضوع هتتكلم في ايه يا سيدي. طب والزمان والمكان وينهي المقابلة. لا ربنا مش كده بقى. ولذلك انا قلت لكم اذكروا جيدا حسب نفسي عزا. احنا بنقول عبودية ده عبودية تعز دي. هي دي عبودية دي. حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. حسب نفسي عزا بأني ايه عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه. عايزه هنا هنا في الجامع في الجامع في البيت في البيت يطرق عليا في الشارع كده وقفت كده قلت الله اكبر صرت في حضرته واكلمه بما احب. اكلمه بما احب اللي انا عايزه. وبعد ذلك يقول لك لا يمل الله حتى تملوا انت. ما اصله ما فيش معاد يشغله عن معاد. نعم نعم. ها ما عندوش ما فيش معاد يشغلوا عن معاد لا يمل حتى. ولذلك أدب رسوله الأدب المحمدي لأنه كان إذا سلم عليه رجل بيده لا يترك رسول الله يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يسحب يده من يد رسول الله. الأدب الرباني الأدب الإلهي. يبقى ده بقى عبودية ولا عزة دي؟ عزة إيه دي؟ المسألة في إيه تاني؟ فلذلك قال هي العزة خذ الإيمان ما تأخذوش على الإيمان على أنه تبعية. ده تبعية الكريم ده تبعية عشان يديك مش تبعية عشان ياخد منك. تبعية علشان يديك كل ما تزداد في العبودية هيزداد لك في الإيه. انت كاره كلمة العبودية لأن البشر وسخوها. البشر قذروها. البشر دنسوها لأن السيدة يمتص دم العبد. ولكن العبودية لله العبد يأخذ خير السيد. هذه العظمة. فلما يقول ايه اوفوا بعهدي اوفوا. يبقى المسألة في ايد كنتم. بمجرد الإيمان أصبحت المسألة في ايه في اوفوا بعهدي اوفوا ايه بعهدكم وإياي فرهبون. الناس صنفان. صنف يوفي حق الجميل فيعبد عبادة الاستحقاق ويتبع تبعية المجازي والمحيي بالخير. وفي قسم ثاني لئيم. لئيم. إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرده. خلاص. لو أن الله يقف من الجاحد الظالم
موقفا آخر غير إنه يديله وعيد ويحذره بعذابه، كان يبقى إله فيه ركن ناقص. لازم كما إنه رحيم لازم يبقى قهار، مش كده ولا لا؟ لازم يبقى جبار. ليه؟ لأن الناس مش كلها لا واحد. إذا كان الناس مع بعضها بيقول إيه من الحلم، صفة الحلم دي يعني إنك ما تغضبش، من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، تترك الحلم وتستعمل الجهل. إذا اتسعت في الحلم طرق المظالمة. لما تكون انت بقى هتحلم على الناس ويستضعفوك بقى ويركبوك بقى، يبقى من الحلم ان تستعمل ايه؟ ان تستعمل الجهل. اذن فلا بد من وجود امرين، أنات فان لم يغني عقب بعدها وعيدا، فان لم يغني اغنت عزائمه. لازم مراحل موجودة. الشعر العربي حتى يقول صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليس غدا والليس غضبان، بضرب فيه توهين وإضعاف وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. لازم يكون كده. فقال لهم بقى اللي مش هيجي رغبا ويوفي بعهده ويذكر النعم، إياكم أن تفهموا أنكم فلتتم مني. لا، أنا صحيح لن أرجع في نعمي إليكم في الدنيا، ولكن لقائي معكم في الآخرة. وما دمتم رأيتم قدرة لا حدود لها في العطاء، فيجب أن تعرفوا القدرة التي لا حدود لها في الإيذاء. اللي يقدر على دي يقدر على دي. فمن لم يجئني رهبا بالإيمان فليجئني رهبا من مخافة إيه؟ العذاب. وإياي إيه؟ فرهبون. الرهبة هي خوف من شيء مفزع. خوف من شيء مفزع. وإذا نسبت المفزعات إلى مصادرها فإن الفزع سيأخذ على قدر قوة المصدر، مش كده ولا إيه؟ أنا فزع من ولد مثلا في توة، فزع من الحكومة، وده فزع مش عارف من إيه. إذن مصدر الفزع هو الذي يحدد إيه؟ قوة الفزع وضعفه. فإذا كان المفزع هو الله، هل لأحد جلد على لقاء الله؟ ما تخدعوش نفسكم، إيايا إيه؟ فارهبون. والرهبة دي يعني خوف بإيه؟ خوف بفزع. ومدام الخوف والفزع سيتناسب مع قوة المخيف والمفزع، يبقى الخوف الرهبة من الله ما فقهاش ايه؟ ما فقهاش رهبة. يبقى قال له وإياي ايه؟ يعني من لم يأتني رغبا فليأتني ايه؟ فليأتني رهبا. وإياي فارهبون. والرهبة كما قلنا خوف بايه؟ بفزع. وتختلف قوة وضعفا باختلاف المصدر الايه؟ المخيف والايه؟ والمفزع. وهناك بقى يسموا يعني صاحب العملية دي يقول لك فيه رهبوت ورغبوت. في رهبوت وايه؟ رغبوت يعني تروح راغب، بس صفة مبالغة. ورهبوت يعني تروح ايه؟ راهب. ولذلك هم العرب كانوا يقولوا ايه؟ رهبوت خير من رحموت. يعني ايه؟ يعني لأن ارهب خير من ان ارحم. يعني كل الناس يرهبوني احسن من انهم ايه؟ يرحموني. يرحموني ده دليل على ان قوي، انما يرحموني دليل على ان ايه؟ على ان ضعيف. ولذلك يقول لك رهبوت خير من ان يقال ايه؟ ده يعني مرهوب احسن من ان يقال ايه؟ هذا مرحوم. ولذلك الشاعر حتى العرب يقول لك ايه؟ وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. يبقى حادثه ايه اللي جات له دي؟ اللي كانوا بيحسدوه اصبحوا ايه؟ اصبحوا يرحموه. ده بقى في منتهى الايه؟ ما هو يعني معنى بيحسدوه في منتهى القوات عنهم. يرحموه يبقى في منتهى الايه؟ يبقى جاله حادث ايه؟ قال وحسبك من حادث بامرئ ترى راحميه له ايه؟ ترى حاسديه له راحمين. ده حادث ايه؟
يبقى حادث ايه؟ حادث مؤلم. زي مثلا يقول لك ايه، واحد مثلا اصيب بالمرض بيتمنى معه الموت. شوف المرض بقى اللي صاحبه يتمنى معه الايه؟ الموت. ايه كفى بك داء، متنبي يقول ايه؟ كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. يبقى داء ايه؟ ده داء فظيع، ده اللي الموت يبقى ايه؟ كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكون امانيا. المنايا يتمناها الانسان، ده دليل على انه ايه؟ في شقاء من الايه؟ في شقاء من المرض. فقال له حق سبحانه وتعالى واياي ايه؟ فارهبوني، يعني من لم يجئ لي رغبا وحبا في النعم التي أزديتها لا فليأتني من صفات القهر التي لي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا بما أنزلت، أنا لم أنزل أمرا غريبا عن منهجكم، فأنتم تعلمون صلة السماء بالأرض، وآمنتم برسول جاء من قبل، واحتفظتم بكتاب سميتموه التوراة، وأصبح فيكم قارئين للتوراة. قراءتكم للتوراة دي تخليكم تفهموا أن الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء بأمر يناقض ما عرفتموه عن الأديان. لو أنه جاء بأمر يعارض ما جاء عندكم كان يبقى لكم عذر أنكم متمسكين بإيه، ولكن الأديان كلها ملتقية في المقاصد الأساسية، ولا اختلاف إلا في القضايا الجزئية التي جدت في الحياة بأحكام. أما العقائد، أما الإيمان بكذا وكذا وكذا، فأمور لم نختلف فيها. وإذا كنتم قد صدقتم أن موسى جاء رسول، إيه اللي يخليكم تكذبوا من محمد يجي رسول؟ إذن أنتم معترفين بمبدأ اتصال الأرض بالسماء بواسطة إيه؟ رسول. والرسول موجود عندكم في ايه؟ الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عندهم في التوراة والايه؟ والإنجيل. يبقى إذن في القضايا التي جاء بها الإسلام مصدق لما معكم، فليست هناك قضية أساسية من القضايا اسم فيها خلاف. صحيح فيه خلاف في أننا قد حرمنا عليكم أشياء أحلت لغيركم. إذن المبدأ في التحريم نشوفه ليه، ثم جئنا في التشريع فأحللناها ليه؟ لأن التحليل والتحريم فبظلم من الذين هانوا، حرمنا عليهم طيبات إيه؟ إذن هي كانت حلالا لكم قبل. لا ده تانية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. كويس كده؟ إذن فما تقوليش في التحريم لما تشوف شيء محرم ما تقوليش بتحرم ليه؟ لأنه قد لا يكون، لأنه ضار، يمكن تحريم تأديب. هو أنت بتحرم الولد من المصروف، هو نعمة بتديها له مثلا، أو تحرمه من لون من الطعام تقول ما تأكلوش مثلا من ده، عصي يجيب لأمه أي القوطة ولا الحاجة اللي هتطبخ بيه، فقال اللي عصي يجيب الحاجة دي ما يأكلش من الأكل. يبقى هو مش ضار هو لأي حاجة، إنما أنا ده من التأديب، من التأديب. إذن فالأمر المختلف فيه أمر حرم عليكم لسبب، هذا السبب غير موجود في الدين الجديد. إذا نظرتم إلى الأشياء الأخرى وجدتم فيه تصديق لما في هذا الكتاب، إلا أن يكون قد اختلف بسلطتكم الزمنية. يبقى أنتم غيرتم، يبقى أنتم إيه؟ يبقى أنتم اللي غيرتوا بقى. إنما إن كنتم هتلتيجوا للقضايا كما أنزلها الله، لأن منزل التوراة هو الله ومنزل القرآن هو الله، وحاشا لله أن يتضارب ما نزل في القرآن يتضارب مع ما نزل في التوراة، إلا أن يكون فيه كتاب قد إيه؟ قد حرف. ولذلك أراد الحق في القرآن أن يؤكد لنا أن عدم تصديق القرآن لما بين أيديهم مع قوله مصدقا لما بين إيه؟ ناشئ من أي شيء،
من تعريف من الأشياء التي عرضت للمنهج في التوراة. ونحن كنا فصلنا ما عرض لمسخ المنهج في التوراة. أولا قلنا نسوا حظا مما ذكروا به. واللي نسيه دول يبقوا معذورين فيه ولا لا؟ نعم. ومعذورين لأن ربنا ما حفظش، هم اللي بيحفظهم. فكون اللي بيحفظ ينسى ده يبقى أمر طبيعي. ولذلك ربنا ما أمناش بقى أننا اللي نحفظ. قال لا، لأننا قلنا للناس يحفظهم ويحفظهم نسيهم. فأنا مش عايز الحكاية دي لأن القرآن ده معجز وعايزينه يفضل كده. يبقى أنا اللي هحفظ. ابتعدوا زي ما تبتعدوا أنتم، أنا اللي هحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا، يعني الذي نزل حفظ لأنه معجزة. وما دام معجزة يجب أن لا يكون للبشر دخل فيها أبدا. هم استحفظوا على التوراة، إنما أنا أحفظ التوراة. إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور. يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني إيه؟ استحفظه يعني طلب منهم أن إيه؟ أن يحافظوا. والطلب منهم أن يحافظوا تكليف، والتكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى، وهذا مما عصي. خلاص. فنسوا حظا مما ذكروا به. طب والذي لم ينسوه؟ لا، مراحل بقى نشوفها كده مراحل. نسوا حظا خلاص، ادي واحدة. وما لم ينسوه كتموه. طيب واللي ما كتموهش حرفوا فيه ولووا ألسنتهم به. وليتهم اقتصروا على النسيان والكتمان والتحريف، ولكنهم جاءوا بأشياء جديدة وألصقوها بالقرآن. يبقى فيه فرق بين في التوراة. إذن ففيه فرق بين سلب وبين إيجاب. هم سلبوا فنسوا معصية السلب، نسيوا، وسلبوا فكتموا، وسلبوا فحرفوا ولووا إيه؟ ألسنتهم. وليتهم اقتصروا على إيه؟ على مسخ السلب، ولكنهم جاءوا بمسخ جديد هو مسخ الإيجاب. يعني جابوا حاجة تانية وضفوها من عندهم. ولذلك ربنا يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بإيه؟ بأيديهم، ثم يقولون إيه؟ هذا من عند الله، ليشتروا به إيه؟ ثمنا إيه؟ ثمنا قليلا. يبقى إذن آمنوا بما أنزلت أي من القرآن مصدقا لإيه؟ لما معكم، ولا لما بينه؟ لما معكم. ولا تكونوا أول كافر به. يعني إن جاز أن يكون لكم ملحظ في الكفر ما تبقوا شمت الأول، ده كان يجب أن تكونوا آخر من يكفر. ولا لا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن أول كافر بالقرآن كان أهل مكة. يبقى الكلام لمن؟ وأهل مكة معذورين لأن ما لهمش صلة بكتب ولا أي حاجة. إنما أنتوا لكم صلة وكتب تستفتحوا، وكانوا من قبل يستفتحون به على الايه؟ على الذين كفروا، فلما جاءهم كفروا به، فلعنة الله على الايه؟ على الكافر. يبقى أنتوا اللي تكونوا أول كافر. ده احنا قلنا في حلقة من الحلقات أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يذكرهم بأن الله لم يطلب منهم أن يؤمنوا بالآيات التي نزلت في صدق محمد وبلاغه عن الله إلا أن يكونوا حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار من قريش. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. شوف شوف ربنا قدم حسن الظن بهم أنهم كان يجب أنهم ما يشهدوا، ومن عنده إيه؟ علم الكتاب. ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يكون تصويره القرآني تصويرا دقيقا لا يشكك فيه ظن ظان تحدثه نفسه بالإيمان. ألم يوجد في بني إسرائيل من اليهود من كان يتحدث يعني يدرس قضية الإيمان ويؤمن بمحمد وخمران عنده؟ فلو أن الله أخذ الحكم حكما عاما ينتظم كل ما صدقات بني إسرائيل لقال الذين يراودون أنفسهم بالإيمان بمحمد الله طب ده احنا مش كده
ده احنا دلوقتي بنخمرين ان هو يا رسوله ان هو كذا وان هو كذا، ولذلك ينصف فيقول ايه، ومن من اهل الكتاب من ان تأمنه بايه، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليه، الا ما اتهمهوش كلهم علشان يؤنس من عنده انصاف في ان هو يقول ده القرآن ده مظلم. اذا كنا احنا مش كده وعمالين بدنا نفكر ونروح نعلن اسلامنا، عمال بيشتمنا ايه من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل، مش كده؟ اه يبقى اذا بينصفهم ولا لا؟ نعم. يوم يشجع مين دي؟ يشجع يوم يشجع اللي ايه؟ اللي عنده فكرة اختمار الايمان وان محمد صادق، ويجوز ان يكون خايف من عصبته من اليهود، يوم ده لما يرى ان القرآن يعرف سرائرهم وان منهم كذا ومنهم كذا يقول يا سلام على القرآن ده، ده صحيح مش من عند محمد، لان محمد مش ممكن يعرف هذه الخبايا في الايه؟ الخبايا في النفوس البشرية. ما دام عرف كده يبقى معناها ان هو منين؟ يبقى من عند الله. يقوم يجي ايه؟ يروح مقام. ولذلك يجي مثلا واحد زي مخيريق يجي وبعد ذلك يؤمن ويقول ان مالي كله لمحمد، وبقى ولم يصلي ركعة واحدة، فيدخل المعركة فيقتل فيموت شهيدا. اكان الاسلام او نبي الاسلام او القرآن يحكم حكما على كل اهل الكتاب؟ ما يمكنش ابدا. ليه؟ علشان في عملية اسمها عملية صيانة الاحتمال. ايه عملية صيانة الاحتمال دي؟ عملية صيانة الاحتمال بان مثلا انتوا قاعدين كده، افرضوا كده جدلا ان في جماعة يكرهوني وجماعة منكم يحبوني، فاولا قلت انا اشكركم جميعا على انكم بتحبوني وانكم كذا، يوم اللي بيكره قلت ده الجدع ده مظلم، طب دنيا ملان كره له. مش كده ولا لا؟ نعم. طب افرض ان انا قلت كرهتهم، يقول الله الناس اللي بيحبهم يقولوا الله ايه يا خاطر ده هيخلينا نكرهه صحيح، لان طب احنا بنحبه، طب احنا داخلنا ايه؟ لكن لما اقول منكم من يحب ومنكم من يكره، أسأل الله أن يجزي عني من يحب وأن يعدل في رأي من كره. دي مش عندي الحق صيانة احتمال، ده تقرير واقع، تقرير واقع من أهل الكتاب. من إن تأمنه بقنطار يؤديه إيه، ومنهم من إن تأمنه بدينار إلا ما دمت عليه. من أهل الكتاب أمة إيه قائمة. الله، يبقى إذن اللي عنده بقى فكرة انه بيبحث في الدين وخايف لسه من انه يعلن، انما مؤمن في نفسه يقول يا سلام ده انصاف، يقوم يبتدي يقبل على الايه، يقبل على الاسلام وعلى الدين، لانه بيؤرخ تاريخ ايه حقيقي. لما يجي الرسول كده يقول ايه، ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. بالله لو ما دام بيقولوا في نفسهم يبقى ما حدش سمع، مش كده؟ لو كان ما حدش قال في نفسه يقول ده الراجل ده بيكذب، لحد قال، انما اللي قال في نفسه بقى يقول يا سلام اكنه عرف يا اخويا، ده انا ما قلتش لحد، يبقى لازم هو الكلام ده ايه صح. وبعدين يقول للي وياه بقى يقول له بس ده انا كنت بحدث نفسي كده وكده وقول عليه، يبقى كلام منور ولا لا؟ كلام منور. يبقى كلام واضح. مش يعني انا مرة دخلت السيدة زينب وبعدين الراجل من اللي هم عاملين نصابين دول اللي بيضحكوا على الناس يستهبلوهم شافني كده كده، قام جه يقول لي السيدة تطلب منك ان تعطيني 7 جنيهات. سبعة بالعدد كده. فانا ضحكت وقلت له يا اخي طب السيدة تذهب الى من يأخذ ولا الى من يعطي؟ حقيته تيجي للي حيدي، تقول لي ادي للراجل ده، تيجي لي في الرؤية ولا حاجة، انما تيجي للي بياخد مسألة مش فردة. ثم اخي لما تقول لك خد منه 7 جنيه، انا غرض اقول ان الست تبقى مظلمة قوي، اما قال لي الست مظلمة، قلت له لانها تقول لك خد من ده 7 جنيه وهو ما معاش الا 75 قرش، تبقى مظلمة ولا مش مظلمة؟ فضحك الرجل وعرفت ان انا كنت عايز اقع في فخ ايه نصب. اذا فصيانة الاحتمالات والتحديث بما في النفوس بعيدا عن الناس دي عملية تدل على أنه إيه؟ على أنها من الإله الذي لا تخفى عليه إيه؟ خافية، وبتديها كده نغزات علشان تزكي الإيمان بالرسول الإيه؟ بالرسول الجديد. فإذا قول الحق سبحانه وتعالى آمنوا بما أنزلت مصدقا إيه؟
يبقى فيه ناس عارفين الحقائق ولا لا؟ وامنوا ولا ما امنوش؟ يبقى امنوا. وما دام امنوا يبقى ما كان للقران ان يهاجم كل اهل الكتاب. ليه؟ لان فيه ناس منهم بتحدثهم نفسهم بان يؤمنوا وقد امنوا ايه؟ ولا تكونوا اول كافر به. هل معنى اول كافر به يعني معناه كونوا الثاني ولا الثالث؟ ولا بس تقريع يعني؟ يعني إن كان هناك كفار ما يصحش أن كنت تكونوا أول كافر به، بل كان يجب أن يكون أول كافر به تقتصر على من لم يعلم صلة الأرض بالسماء. أما أنتم فتعلمونها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.